الإنساني، ولكن في دول الجوار حيث ينتشر لاجئون السوريون وتجري الاستعدادات تحسبا لفصل شتاء بما توفر من لوازم متواضعة ومساعدات خجولة. فقد طلب مدير صندوق اليونسف خلال تفقده لاجئين في لبنان، طالب المجتمع الدولي بفعل المزيد من أجل مساعدة لبنان حتى يتمكن من استقبال طوفان اللاجئين القادمين من سوريا. ومن جانب آخر، يواجه سكان مخيم الزعتري في الأردن ظروفا صعبة، وهم مقبلون على فصل الشتاء الذي عانوا منه في العامين الماضيين. هنا في مخيم كفر زبد في البقاع اللبناني يستظل لاجئون سوريون بخيام من البلاستيك، خيام لن تقيهم حر الشمس ولا أمطار الشتاء وبرده القارس. فلبنان يؤوي أكبر عدد من اللاجئين الفارين من سوريا، وتقدر الحكومة عددهم بنحو 1 مليون، يشكلون ربع سكان البلاد. وتبذل الجهات الرسمية كما تقول جهودا مضنية من أجل توفير الخدمات لهؤلاء اللاجئين في مناطق هي الأكثر حرمانا في لبنان. ويقول أنتوني ليك مدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف خلال زيارة لمخيم البقاع، إن على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه من أجل مساعدة لبنان في مواجهة طوفان اللاجئين. اليونيسف تقوم بدور الشراكة من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال كي يتعلموا وليعودوا يوما إلى سوريا ويصبحوا قادة فيها، وأيضا نساعد الأطفال في زحلة التي زرناها لأن لبنان فتح حدوده وذراعه. إحصاءات الأمم المتحدة تقول إن أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في انتظار التسجيل، وقدر البنك الدولي التكلفة التي يواجهها لبنان بنحو 2,600,000,000 دولار على مدى 3 سنوات. وشاهد مدير صندوق اليونيسف كثيرا من الأطفال وهم يتلقون تعليمهم في الخيام المصنوعة من البلاستيك والقماش في ظروف تتسم بالصعوبة. قدرنا نلتمس من المخيمات انه هن عندهم حاجة كثير قوية لأولادهم يتعلموا، وفي استحاله في بعض الاحيان ليفوتوا على المدارس اللبنانيه، وكانت هيدي مطالبه كثير شديده من الكل. اما مخيم الزعتر الصحراوي قرب الحدود الاردنيه السوريه والذي يحتوي على اكثر من 100,000 سوري، فلا تقل الحياه فيه قسوه. ويقول اللاجئون في المخيم انهم يخشون طقس الشتاء القارس في الاشهر المقبله. وكان السكان قد واجهوا ظروفا صعبه في الشتاء الماضي عندما انهارت فوقهم الخيام وغمرت مياه الأمطار حاويات البضائع التي اتخذها الكثيرون سكنا لهم. وفي ظل هذه الظروف القاسية يجاهر الكثير من اللاجئين بالشكوى من أنهم لم يتلقوا حتى الآن المساعدات اللازمة. معنا من بيروت حسام.